السلام عليكم. في 21 من فبراير 2012 صوت اليمنيون على انتخاب عبد الرب منصور هادي وهو المرشح الوحيد رئيسا انتقاليا للجمهورية اليمنية. جاء ذلك الانتخاب التوافقي كإحدى مخرجات ثورة شعبية شهدتها كل المحافظات اليمنية بلا استثناء. أفرزت الثورة تسوية سياسية عرفت بالمبادرة الخليجية. اليمنيون يتذكرون المراوغات التي سبقت تسليم السلطة من قبل المخلوع وتلك العبارة الدائعة الصيت التي تم ترديدها: ليس المهم التوقيع ولكن المهم حسن النوايا. وكذلك لحظة تسليم العلم وصوت صالح المهزوم وهو يعتقد أنه سلم ميراثا خاصا به وليست دولة كل اليمنيين. وبحسب المتابعين وعلى الرغم من إخفاقاته وتعثراته لم يكن الرئيس هادي الجدار القصير الذي يعود من خلاله صالح إلى السلطة أو الأيادي الأمينة التي كان يريدها صالح أن تأخذ السلطة لعامين ثم تردها من جديد باعتبارها حقا عائليا لصالح ولأولاده من بعده كما يتخيلون. مشاهدين الكرام، في هذه الذكرى سنناقش في المساء اليمني قوة هادي في الخروج من عباءة صالح واتكائه على الدعم الشعبي والإجماع الدولي الذي عزز وجوده، تفكيك الدولة والانقلاب عليها وإصرار صالح ورجاله على الانقلاب على مؤسسات الدولة التي تفلتت من أيديهم. كما سنناقش الثورة المضادة والدولة العميقة مع ضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. فأهلا بكم وبك دكتور عبد الباقي. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. بداية اسمح لنا أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء حوارنا. قاعدة جديدة للتبادل السلمي للسلطة في اليمن. 21 من فبراير عام 2012 خرج اليمنيون للتصويت لغير صالح رغبة في طي صفحة ماض دام أكثر من 3 عقود. في هذا التاريخ تحديدا تدفق اليمنيون في المدن صوب المراكز الانتخابية لتعميد قرارهم بخلع صالح من سلطة شب وشاب عليها فعز عليه انتزاعه منها. أجمع اليمنيون على الرئيس التوافقي الانتقالي عبد رب منصور هادي بتصويت اعتبره اليمنيون خطوة للمستقبل وللتغيير الذي جاء ضمن توجهات الثورة وشبابها وتضحياتهم. 21 من فبراير نتاجا غير منفصل عن تاريخ 11 من فبراير الثورة الشعبية التي أطاحت بالحكم الفردي العائلي إلى غير رجعة كما جاء في هدف الثورة الأول. ماذا حققوه خلال 3 سنوات؟ خرج صالح خاسرا معركته مع الثورة، لكنه وعد الثوار بالفوضى فتوجه بإعلامه ورجاله في مؤسسات الدولة لتنفيذ وعده بتأجيج الفوضى وممارسة نقمته على من خلعوه. 5 سنوات من مكافحة هادي للحصول على صلاحياته باعتباره رئيس دولة، وقف وحيدا أو هكذا كان يعتقد في مواجهة لوب صالح بالرغم من استناده لدعم شعبي وإجماع دولي لم يحظى به أحد قبله. 5 سنوات أمضاها الرجل في السير وسط حقول ملغومة بالمؤامرات والدسائس والإدارة بالأدوات القديمة. 5 سنوات قد لا تعكس فشل هادي تماما، لكنها لا تعفي النخب السياسية من كل العثرات التي واجهت مسألة انتقال السلطة وتأسيس الدولة المدنية. 21 من فبراير هو نفس التاريخ الذي غادر فيه الرئيس هادي إلى عدن عقب الاستيلاء على السلطة من قبل تحالف الانقلاب ومحاصرة منزله في محاولة لاستعادة سلطته المنزوعة. 5 سنوات من البحث عن السلطة وصلاحية رئيس الجمهورية حتى بين أركان شرعيته والتحالف بحسب ما يقول المراقبون. تاهت على اليمنيين الكثير من الفرص للخلاص جراء الارتباكات التي شابت المرحلة الانتقالية بسبب خضوع البلاد لرغبة الانتقام من قرار طي صفحة الحكم العائلي لبلد شاب حكمته إدارة عاجزة عن الخروج به من عمق الزجاجة الذي يضيق بأحلام الخلاص. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب مرة أخرى بالدكتور عبد الباقي وأيضا سينضم معه آخرون عبر الهاتف في هذه الحلقة. دكتور، 21 من فبراير ذكرى انتخاب الرئيس هادي، ما الذي يشكل من أهمية سياسية واجتماعية برأيك؟ طبعا هو يعتبر يعني
مرحلة مهمة في تاريخ الشعب اليمني، وكما تعلمين كان هو انتقالا صوريا، لأن كان هناك سلطة يعني أصبحت مسيطرة على الحقل السياسي والعسكري والتجاري، وبالتالي أعتقد كان أول انتقال للسلطة وإن كان توافقيا، ولكن نحن من 90 حتى 2012 لم يتم تداول سلمي للسلطة، يتم تغيير الدستور، وبالتالي أعتقد أنه كانت فرصة لليمنيين لكي يتم الانتقال الأقل ثمنا وتكلفة. وأيضا المخلوع صالح كان مناصفا للسلطة على المستوى القانوني، لكنه عمليا هو الذي يمتلك السلطة، وأعتقد أنها كانت فرصة تاريخية وعلى مستوى الانتخاب. ولكن الذي أدركناه ما بعد الانتخاب أنه من لحظة توقيع المبادرة الخليجية والمخطط كان، وباعتراف المخلوع أنه هو من وضع بنود المبادرة الخليجية، لأنه كان يخطط وفقا لمعطياته أنه سيعود خلال عامين، وبالتالي الرجل انتخب دون أن تكون هناك دولة مؤسسات، دون أن يكون له تأثير على يعني يمارس مهامه في صناعة القرار أو يسيطر حتى على الأجهزة الأمنية التي كانت تعطي التقارير الاستخباراتية للمخلوع صالح قبل الرئيس الشرعي. أيضا أنا عندي معلومات دقيقة أن المخلوع صالح كان يتحرك باتصالات تليفونية مع القادة العسكريين ومع الوزراء ومع كل أتباعه أكثر مما قبل، ويمارس صلاحيته ويصنع القرار، وكان وهناك تصنتات على الرئيس الانتقالي، نحن نتابع ذلك. لكن إذا أردنا أن نقيس ما الذي حدث بالفعل، هو حدث انتخابا لرئيس توافقي مع حكومة توافقية، مع حكومة توافقية. لكن الذي يجب أن يدركه الجمهور، لو تذكرنا قليلا ماذا كان قبل، كان هناك قبل مقدمات الثورة الشبابية نتحدث، هناك من يتحدث عن الدولة الصالحية، ولو تذكرت الخطاب وبعض الكتابات التي تسوق وبدأ يستوعبها وترضي غرور ونرجسية المخلوع أنه الموحد وأنه الذي أقصى التجمع اليمني الإصلاح وأقصى الاشتراكيين وحكم الجغرافية اليمنية وهو الذي يحكم القوات المسلحة، البطانة أقنعته أنه أسس لدولة وأنه الأذكى، الواحد الأحد وهو أذكى من في اليمن وهو ابن اليمن البار، وهو هذا جعل بدأ الحديث عن الدولة الصالحية. وإذا أردنا أن ننصف عبد الرب منصور هادي، علينا أن نقول التالي: كان الرئيس المخلوع صالح كان قد غير الدستور في أكثر من مرة بما جعل السلطة تتركز في يديه، وحتى نائب الرئيس يعينه الرئيس ويختار مع رئيس مجلس وزراء الوزراء. الذي كان يجب أن نعرفه كان الجهاز الأمن القومي والأمن السياسي ويتبع رئاسة الجمهورية، يعني عبارة أنه له أذرع استخباراتية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يرفع التقارير إليه، الهيئة العامة والفساد منزوعة الصلاحيات، والقرار بإحالة الكبار المشاغري وظائف الدولة العليا بقرار من الرئيس السابق، النيابة العامة والقضاء يتبع وغير مستقل، البرلمان امتداد مجالي يتبع السلطة التنفيذية. نحن أمام المعسكرات أيضا قد خلق الحرس الجمهوري، والحرس الجمهوري أدى إلى إضعاف الجيش الوطني، بمعنى أنك الحرس الجمهوري يصبح هو الجيش وهو القوات المسلحة، وأين حمل القوات المسلحة إلا أن القوات المسلحة لم تعد تواكب التحديثات، لم تعد لها تدريب، وأدخل قوات اللواء علي محسن الأحمر في حروب ليتم إنهاكه وإدخاله في ثار. نحن أمام مشروع كبير كان مدروس ومخطط له. إذن دعني بس أكمل، هذا تدمير الجيش الوطني، السيطرة على الاستخبارات، الأمن المركزي كميليشيات متقدمة للحرس الجمهوري لا تقوم بمهام
حماية المواطن بقدر ما هي تكون مقدمة لعمليات الحرس الجمهوري، السيطرة من خلال الأقارب على القوية والأمن المركزي والمؤسسات الاقتصادية والاستثمار، كل هذه السيطرة حتى هيئة كانت صنعاء مقسمة إلى قسمين، نقل وزارة الدفاع من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى باب اليمن بحيث تكون تحت حماية الحرس الرئاسي وأتباعه، لأن الجزي هذا كان يتبع اللواء علي محسن. رتب كل هذه الترتيبات، قام ببناء سراديب، أعطى تحت السبعين، رتب الكباري إلى مخارج مطار السبعين، هو مطار احتياطي في حال الانقلاب، بالتالي أنت لو قمت بنزع القطاع البلاستيكية هو كان مطار قديم، بإمكانك أن رجل لم يتصور يوم أنه سيغادر السلطة، وبالتالي جاء عبد الرب منصور هادي أمام هذا الرجل الذي 33 عام وهو يعمل للبقاء في السلطة وكل همه. نعم، ربما دكتور يعني هناك من يقول أن يوم يعني 21 فبراير هو أحد التحولات السياسية لثورة 11 من فبراير، ما رأيك؟ هو يعتبر يعني طبعا نحن كنا يعني من حيث نكون واقعيين، هو يعتبر تحول شديد وهو منجز من منجزات الثورة الشبابية، التي أنا قدمت مقدمة بسيطة، ما الذي فعله الشباب؟ هذا ما فعله الشباب، هذا الرجل الذي عمل كل همه إلى أن يبقى بالسلطة هو وأسرته، الذي سيطر على المؤسسة العسكرية الأمنية، الشباب استطاعوا أن يزيلوا رأس النظام، ولكن المهام ما زالت كانت مستمرة، بالتالي كان فعلا مهما في التاريخ الحديث لليمن. ولكن أيضا الشباب كان هناك ضغوط أكبر من مطامحهم، وهم لم يكونوا منظمين، وكانت القوى السياسية لديها خبرة وأصبحت غير قادرة على المغامرة مثل الشباب، ولأنها كانت القوى المنظمة هي التي قادت المبادرة الخليجية التي رفضها الشباب، وبالتالي كانت أعتقد أنها كانت غلطة أن منحنا الحصانة للمخلوع صالح، والمبادرة الخليجية جددت شرعيته، جددت شرعيته، بالتالي كان نظاما منتهيا، لكن كان للمجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي رؤية، لأن أنا قرأت تقرير أمريكي يقول أن كان خايفين من بعض الجماعات الدينية ومتجمع عليهم الإصلاح، وأن الجيش متركز بيد المخلوع صالح. قرأت تقرير لمجلس الكونغرس الأمريكي يقول أن الحل في اليمن يجب أن لا يقوم على الاكتثاث، يعني بمعنى أبروتينج، لا يكتث عليه عبد الله صالح بل يحافظ عليه. هو كان لديه معلومات من هذه المصادر الأمريكية بأنه سيستمر كمنظومة ويمكن له أن يعود بشخصه أو حتى بشخص نقله، وبالتالي كان يراهن على هذه العمليات. ولهذا سأذكر المواطنين، صحيح أنه الشباب الآن نحن ما زلنا الثورة مستمرة، طبعا الثورة ليس فقط إزالة رأس النظام، نحن في عمليات ما يسمى بروسيس، صيرورة مستمرة من التحولات، ولا يجب علينا أن نفقد الأمل، ولا كما يشاع الآن بما يسمى خلق نوستولوجيا، أحد أهداف الثورة المضادة خلق ما يسمى نوستولوجيا، يقول لك كان أيام سلام الله على عفاش كنا بخير، هذه كلها يسمها النوستالجيا، الثورة مضاد تعمل بها، نحن بالخير، لو كنا استمرينا مع هذا الشعب اليمني يمتلك الثروات، لم نكن نعرف أين ثروتنا النفطية، جيشنا الوطني يأخذ كل هذه الأموال المنهوبة بأسماء وهمية إليه، أدخلنا في حروب مستمرة حتى يتم النهب وفتح الميزان العامة، أدخل الحرب ستة الحروب صعدة من أجل إخافة المملكة العربية السعودية أن هناك إيران، أدخل القاعدة ودعمها حتى يخيف الغرب، أمتص الشعب اليمني، أنشأ صناديق البيئة وصناديق النشو وصناديق النظافة لنهبها، يعني نحن أمام استنزاف وتدمير البلد، أهمل ميناء عدن، أقصى أبناء المناطق الجنوبية حتى استدعى الهوية، هذه كلها العملية تدمر الوطن، مزقه. بالتالي عندما نتحدث عن ما حدث الشباب إنه إنجاز، وما ندفعه اليوم ليس يجب أن نبني ما صنعناه لأبنائنا، بالتالي لا يمكن لنا أن نتحرر في 62 من أسرة سلالية لنسلمها إلى أسرة صح. عائلية. نعم. اثنين الذي أحب أن أشير، لماذا نحن نعاني؟ لأننا أمام ثورتين، أنا أقولها للجميع، أقول الشباب
لم يكونوا يدركوا أنهم يواجهوا ثورتين، ليس ثورة يعني ثورتين مضادتين. بالتالي هم يعني أي دولة عربية أخرى لديها ثورة مضادة واحدة. الشباب يعني فقدوا القدرة على الاستمرار لأنهم أمام. دعني أنقل هذه الفكرة دكتور للأستاذ ياسر عيني وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ ياسر. أستاذ ياسر هل تسمعني؟ مساء الخير أستاذ ياسر. يبدو نعم. ألو نعم أستاذ ياسر مساء الخير. مساء الخير مرحبا. أهلا بك أستاذ ياسر. قبل أن أضع عليك تساؤل الدكتور عبد الباقي، بداية يعني في ذكرى 25 من فبراير، ما الذي شكله هذا اليوم من أهمية سياسية برأيك؟ شكرا جزيلا. نعم الصوت ليس واضح بشكل كبير، لكن في الحقيقه 21 مثل تجسيد للاراده الشعبيه الوطنيه في اختيار رئيس حقيقي لها، هي الاولى من نوعها على مستوى تاريخ اليمن بشكل كامل. يتم يخرج الشعب اليمني يعني الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس بارادته الحره، بعيدا عن اي ضغوطات، بعيدا عن اي رشاوي كما كان يتم في السابق او مغالطات. وهي في الحقيقه ايضا يعني تاكيد للاراده الشعبيه والخروج الجماهيري الذي تمثل في ثوره 11 من فبراير. خرج بقيه ابناء اليمن بشكل كامل ليؤيدوا عمليه التغيير ويدعموا عمليه التغيير ويكونوا اسدال الستار على صفحة الماضي الأليمة التي تمثلت بحكم علي عبد الله صالح طوال ثلاثة قرون. كانت أيضا لم تكن فقط مجرد عملية انتخابات، كانت بمثابة استفتاء شعبي على عملية التغيير وعلى مطالبة أبناء الشعب اليمني بالانتقال الحقيقي لبناء دولة مدنية حقيقية قائمة على العدالة والمواطنة والحكم الرشيد. ولذلك هذا اليوم يعني كان أول مرة في تاريخ أبناء اليمن يخرج فيه اليمنيون وينادون بالذهاب إلى صناديق الاقتراع بدون أي ضغوط من أي نوع كانت أو أي رشاوى كما ذكرنا. وهي في الحقيقة يعني هي ذكرى لأنها اكملت عملية الانتقال الحقيقي للانتقال بالسلطة، وبدأت من خلالها مرحلة جديدة وجسدت عملية الانتقال السلمي التي نادى بها الشباب الثورة وكذلك المجتمع الإقليمي والدولي. نعم أستاذ ياسر، يعني أنا سأحاول أن أرفع الصوت حتى يكون أكثر وضوحا. طرح الدكتور عبد الباقي شمسان وهو ضيفنا هنا في الاستوديو فكرة أن الشباب في تلك الفترة لم يكونوا مدركين أنهم سيواجهون ثورتين مضادتين وليست ثورة واحدة، هل تتفق مع هذا الطرح؟ هو اولا صحيح، كان هنالك تحديات كبيره كنا نشعر كان كشباب ثوره في تلك المرحله ان خصوصا مع ثورات الربيع العربي والانتصارات التي حققتها ثورات الربيع العربي هنا او هناك، كنا نشعر ان عمليه التغيير ستاتي بشكل ثلث وسريع جدا، لكن كنا مع ذلك ندرك ان هنالك تحديات وعقبات ممكن ان تحول يعني ممكن ان تقف حائلا، لكن لا يمكن لها ان تمنع عمليه التغيير، لكنها بمثابه تحديات ينبغي مواجهتها. ولذلك انا اذكر وفي شهر 6 من 2011 وشباب الثوره في الساحات من خلال المنتديات الثقافيه والفكريه والاقتصاديه وغيرها، كنا نعد لما بعد ذلك سواء على المستوى السياسي على المستويات الاخرى. ايضا بالاضافه الى ذلك كنا ندرك ان هنالك ثورات مضاده، ان هنالك عمليات مضاده ممكن ان تقف حائلا دون استثناء عمليه التغيير او تحاول اعاقه مسار التغيير، لكن ما كنا ندرك في الحقيقه ما كنا يعني نفكر انه ممكن ان يتجه ان تتجه هذه القوى التي لا تريد لعمليه التغيير ان تتحقق ولا تريد للاراده الشعبيه ان تاخذ حقها. ما كنا نستوعب انها ممكن ان تمارس هذا الكم الهائل من الاجرام من الانتهاك في حق الانسان اليمني، في حق
حقوق الإنسان، هذا التدمير الممنهج لكل الوطن، لمقدراته، لخيراته، الاعتداء على المواطنين، ان 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 تخلق أزمة داخل البلد، وصراعات وعنف وممارسات لا إنسانية ما كان لها، يعني في الحقيقة ما كنا نتصور ان تصل بهم هذه البشاعة وهذا الجرم وذلك الحق إلى هذا الحد من الجرم الذي مارسه في حق أبناء الشعب اليمني. لكن نعم، أستاذ ياسر، لكن هناك كما نقول دائما، هنالك إرادة شعبية تمثلت في عملية التغيير. الشعب اليوم والثورة وثورة 2011 كانت أكبر من أن يعني من أن تكون ثورة نخبوية، كانت ثورة شعب نعم، ولكن هناك من يتساءل استاذ ياسر، يعني استاذ ياسر اذا سمحت، ووعي لدى المواطن اصبح من خلالها يدافع عن هذا المشروع بشتى الوسائل والسبل. اليوم هنالك من يدافع عن هذا المشروع بعمله السياسي، بعمله الفكري، بنضاله، بالمقاومه في مختلف ميادين، في مختلف الميادين. هنالك عمليه وطنيه بشكل كامل يقودها الشعب بمختلف فئاته واطيافه. نعم، لكن استاذ ياسر، هناك من يطرح ان يعني اين هم الشباب الان، واين دورهم الذين خرجوا في 11 فبراير؟ الكثير من يعني السلبيات التي يعني واجهت الحكومات، يعني حكومه التوافق والتي تليها والتي تليها ايضا، يعني حتى الان لم يلمس الناس ولو يعني لنقل معشار ما خرجوا لاجله، يعني لنقل دخلنا في دوامه حرب وما الى ذلك. هناك مناطق محرره الان، ولكن ما زالت عجلة الحكومة تمشي ببطء شديد، لم نقل يعني أنها بقدم واحدة تسير، يعني الأمل ما زال معلق أيضا ببعض الشباب الذين استطاعوا أن يصلوا إلى يعني دفة الحكم من خلال مناصب معينة. أين هو دوركم؟ هو أولا شباب الثورة ستجدينهم بشكل عام، هم يعني منهم من اليوم يؤدي دوره الثوري في إطار عمله السياسي أو في إطار عمله الإداري، منهم من يؤدي دوره السياسي اليوم في إطار عمله الإعلامي، وقناة بلقيس أيضا فيها من نخبة شباب الثورة ومن طلائع شباب الثورة وغيرها من القنوات. هنالك أدوار كثيرة يقوم بها اليوم شباب الثورة استكمالا لهذا المشروع الوطني، مشروع الشعب بشكل كامل. وهنالك من شباب الثورة من هم اليوم على رأسه وعلى قيادات عمليات المقاومة الشعبية والجيش الوطني في مختلف جبهات القتال. وهنالك من شباب الثورة من يعمل اليوم في إطار السلك الدبلوماسي لإيصال رسالة الثورة ورسالة المواطن اليمني وتطلعاته وأماله ببناء اليمن الجديد. تجسدت أيضا أهداف وتطلعات شباب الثورة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليها الجميع. اليوم هنالك تحديات كثيرة، أكيد يعني نحن ندرك أن هنالك تحديات كثيرة تقف أمام الحكومة في إعادة تطبيع الحياة العامة للمحافظات المحررة، وكذلك استعادة ما تبقى من المحافظة التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. لكن مع هذا كله سنجد جميعا أن المسار العام لأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية ونضالات اليمنيين على مختلف محطات النضال الوطني تسير في اتجاه بناء اليمن الاتحادي، بناء اليمن الجديد، مع أن هذه التحديات سنجدها أيضا يعني اليوم أو غدا أو كذا، لكن لابد أن تظل عزائمنا قوية وأن نتمتع جميعا بروح المقاومة لكل مشاريع الثورات المضادة التي تحاول إعاقة عملية التغيير وتحاول إعاقة تحقيق أهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وفبراير. يعني سيظل الصراع قائم بين الفساد وبين الأحرار الوطنيين. هذا المشروع يعني السلالي والمشروع الإرث العائلي التي أتت الثورة الشبابية الشعبية السلمية للقضاء عليه، والثورة اليمنية بشكل عام أتت للقضاء عليه، أكيد له مصالح معينة، له أياد وأذرع داخل مؤسسة الدولة أو خارجها أو حتى ما يعني مصالح تكدست على طوال الفترة الماضية ما بين أشخاص، ما بين مؤسسات، ما بين أسر وغيرها. لابد أن لهذه الثورة ولعملية التغيير أن تأتي على هذا كله وأن تقاوم كل هذه التحديات. في النهاية لابد من الإرادة الشعبية أن تنتصر، الإرادة الشعبية التي تمثلت في الثورة اليمنية، الإرادة الشعبية التي تمثلت في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتطلعات أبناء شعبنا اليمني لبناء اليمن الجديد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر رعيني، وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار.
كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. دكتور عبد الباقي، يعني أعلم أنك تود أن تعقب على حديث الأستاذ ياسر، ولكن اسمح لي أن أسمع منك التعقيب بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اعود اليكم وارحب من جديد بالدكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، وددت التعقيب على حديث الاستاذ ياسر، تفضل. التعقيب هو طبعا كنا نتمنى ان نسمع رؤيه استراتيجيه وليس خطابا. نحن الان في مرحله مفصليه من تاريخ اليمن، هناك ثوره شبابيه، هناك مرحله عدم استقرار، هناك احتراب، هناك بلد مهدد، والشباب قد مروا بما يقارب 6 مراحل. مرحلة الاحتجاج، أثناء مرحلة الاحتجاج لم يتمكنوا من الانتظام في حركة اجتماعية مستمرة، ولم يمتلكوا الاقتراح، تركوا الاقتراح للأحزاب السياسية. وبالتالي كان هناك نوع من تخلي الشباب عن الاستمرار في دورهم والانتظام في حركات، تركوا الأحزاب بديل، ثم انتقلوا إلى مرحلة الاحتفاء. ومرحلة الاحتفاء ينبغي ألا تكون كما نحن الآن نحتفل بالخطاب، بل نحتفي ونخطط استراتيجيا، لأننا كما قلت في السابق نحن أمام ثورتين مضادتين. وأنا من الأوائل من نزلوا إلى الميدان لإجراء دراسة في ساحات التغيير والثورة، وكان الحوثيين يتربصون، لديهم فقط هدف واحد هو إقصاء رأس النظام، ومن بعد ذلك سيتجهون إلى تحقيق أهدافهم بتصفية منهم خصومهم. وهذا الحديث لا أقوله يعني خيالا، ولكن من خلال دراسات ميدانية. وبالتالي نحن قلنا هنالك احتجاج، هنالك اقتراح وانتظام. هم لم يقوموا بالاقتراح، تحويل هذا الاحتجاج إلى اقتراح، ولم ينتظموا في حركات أو في أحزاب سياسية قادرة على تجميع المطالب والتعبير عن تطلعات الشعب، ثم انتقلوا إلى الاحتفاء بالذكرى دون أن يتزامنوا مع الاحتفاء التخطيط الاستراتيجي وتحديد الخصوم وكيفية المواجهة. ومن هنا انتقل إلى عبد الرب منصور هادي. الرئيس عبد الرب منصور هادي لم يلتقط الأنفاس. لا، لماذا؟ لأنه لم يجد الوقت لممارسة السلطة. منذ التوقيع هناك عمليات ما يسمى خلق الأزمة، إدارة الأزمة، والشباب في هذه اللحظة عادوا وتركوا الساحات، وكان مطلب المخلوع صالح ومطلب هؤلاء شرطا أساسيا بإلغاء الساحات، لأنه يريد ماذا؟ أزمة كهرباء، أزمات اقتصادية، لماذا؟ يريد الوصول بالبلد إلى ما يحدث ما يسمى إلى عرقلة الحكومة، إيجاد ما يسمى فراغ دستوري. الفراغ الدستوري ماذا؟ أثناء العامين نأتي إلى فراغ دستوري يدعو إلى انتخابات جديدة، يعود المخلوع صالح عن طريق نقله، لأن هناك أغلبية في البرلمان. وبالتالي عندما علموا قبل الفترة وبدأت الأصوات والمقالات تكتب والأصوات ترتفع أن هناك فراغ دستوري، صرح بن عمر وصرح الخبراء وقالوا أن المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية تقول المادة 7 فقرة باء تنتهي المرحلة الثانية بالاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس جديد. وبالتالي الرئيس عبد الرب منصور هادي شرعيا حتى يتم انتخاب رئيس جديد. خلال هذه الأزمات كان أيضا عدم تسليم المناصب، ودخلنا في مواجهات الاغتيالات، تقريبا 360 اغتيال تصفية. بعدين حادث إرهابية، وبعدين اتجه ماذا؟ اتجه إلى تفجير المجمع العسكري، محاولة اغتيال. هذا تفجير المجمع نقل اليمن إلى مجلس الأمن، وأصبح اليمن دولت المسألة وأصبح يتبع الباب الفصل 7. إذن هؤلاء خططوا، وهذا الرجل يعني كان لم يجد الوقت الكافي، رغم ان انا طبعا لا اشيد هناك قصور، انه حافظ، ارتكب خطأين. الخطأ الاول انه حصر الشعب اليمني في لجنة الحوار الوطني، لم يقم بالانفتاح على الجماهير الشعبية والنخب بحيث يكون له حاضنة ويستوعبها، اكتفى باختزال الشعب اليمني في هذا، وهذا كان خطأ. أيضا لم يقم ب
المقايضة بين ملفات الفساد وانسحاب بعض الشخصيات من الحقل السياسي بمعنى من أجل تخفيف التكلفة، عليك الانسحاب من الحقل السياسي مقابل أن هذه الملفات يعني لا يتم محاسبتكم بها، وبالتالي الهدف هنا نبيل هو تخفيف الكلفة على الشعب اليمني. بالتالي أهمل الهيئة العامة للفساد، أهمل محاسبة الملفات، كثير من الأخطاء، التعيينات أيضا كانت توافقية، وبالتالي التوافق لا يعني المحاصصة بل يعني الاتخاذ القرار الذي يحقق الصالح العام. بالتالي سنتين العامين الأولين لم يكن يستطيع أن يدير، لأن هناك الجيش يتبع ولائيا كما نعلم المخلوع، وهناك ولاء شخصي، حتى يعني نحن نعرف ذلك تماما أن هناك ارتباط مباشر حتى على مستوى المعسكر. هناك نائب قائد المعسكر ربما يكون أقوى من قائد المعسكر أو مسؤول الاستخبارات والأعلى، لأنه على اتصال مباشر. بالتالي أنت ليس لديك مؤسسة عسكرية، ليس لديك مؤسسة أمنية، الاستخبارات تتبع رئاسة الدولة. نحن أمام جيشين وطنيين، الحرس الجمهوري له أجهزة مخابرات وأجهزة تصنت، وحتى نائب قائد أو مساء أو لشؤون القبائل، يعني أنت أمام رئيس دولة مصغر في الحرس الجمهوري، وله أيضا مصانع تصنيع عسكري، ولديه مراقبة على المكالمات مستقلة على الأمن السياسي. نحن أمام أجهزة. بالتالي هنا كان بالأحرى بنا، هناك الشباب كان بالأحرى بهم أن ينتظموا في حركات، وأن يدركوا أن الحوثيين أيضا لم حتى نحن النخب، وأنا أقول ربما هل كان الركن دكتور يعني لما حدث لمؤتمر الحوار الذي كان يعني ربما معظم الشعب يتطلع لتحقيق مخرجاته؟ يعني هو كان طبعا الشعب اليمني لم يعد يتحمل، يعني كان يعني الناس تحملوا الكثير، واليمنيين يعني حتى لا يستطيعون، لا يمتلكون يعني موارد أو حتى مخزون الاستمرار. الناس سئمت وتنازلت عن حقوقها مقابل أن نسلم هذا الاحترام، أن نتجنب ما نحن عليه اليوم، ونقبل ونمنح المخلوع. وكان هناك شباب رافضون، ولكن تم الضغط من أجل الشعب اليمني، وتنازل الجرحى والشهادات وكثير من أجل أن نمر من هذا. ولكن الطرف الآخر كان لديه من الغرور والنرجسية، لديه من الثقة أنه مسيطر على مفاصل الدولة ومخارجها وصناعة القرار، بالتالي كان يخطط لذلك. ولهذا أقول أن الشباب كان بالأحرى يعني ألا يسلم الدفة إلى الأحزاب السياسية التي ويجعلها تتحدث، لأنها كانت هي من كفر التجربة أصبحت لا تمتلك قدرة على التغيير، لا تمتلك المغامرة، لأنها تدرك لو كان سلم الأمر للأحزاب، الأحزاب السياسية كانت سلمت التعديلات الدستورية. حتى عندما وافقت بالتمديد لأول مرة جماعة سياسية وهي أقلية تعيد إنتاج الضعف، تستمر عامين آخرين وهي أقلية، وهذا خطير، أنك تمارس تعيد تقزيم ذاتك. بالتالي كان بالأحرى الشباب، هؤلاء الأحزاب القديمة لديهم يعني ما حقق لما أزالوا رأس النظام كان بالنسبة لهم، لأنهم يدركون العملية برمتها، يدركون القوة من الداخل، كان يعتبر إنجازا كبير. كانوا أعطوا للشباب، هذا الشباب الذي يمتلك المغامرة والتغيير والقدرة على الضغط، أن ينتظم في حركات ولا يسيطروا عليهم بالخيام، يوزعهم في خيام داخل الساحات حتى يتحكموا في مخرجات الحوار، ولا يدربون الشباب على بناء التوافق، ولا يدربون الشباب على تكوين أحزاب سياسية. حتى أنا في أحد الكتابات قلت للتجمع اليمني الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني، لو كانوا فرخوا حزبا أو تركوا الشباب يؤسسوا للحراك لأبناء الجنوب الرافد لكان أستوعب هذه الفئة ونظمها تحت أهداف الثورة. كان الشباب الطامحين إلى السلطة من التجمع اليمني الإصلاح أسسوا أحزابا، وبالتالي هم ينتمون مرجعيا وعلى إيقيا بهذه الأحزاب، وبالتالي أستطاعوا انتصوا كثير من الشباب. ومن هنا لم كان الهدف والسيطرة، الهدف أن نتقاسم الكعكة، هذه الأخطاء من الأحزاب السياسية التي لم تمارس الديمقراطية من الداخل. بالتالي انتقلنا إلى مراحل من التحالف بين المخلوع. صالح أعاد بناء الساحات، التف في تحالفات مع الحوثيين، الحوثيين كان طموحهم أن يكونوا حزب الله في اليمن، وهذا الهدف كان وارد. وعندما أدخل المخلوع صالح علي محسن في حرب الستة كان يريد أن يصفيه، أقولها بوضوح، ومن هنا سيقول لقد أمتدت أيادي الغدر والخيانة وأن هناك كما حفظنا الموال، هذه الموال. بالتالي أعتقد أن الحوثيين كانوا يريدون أن يكونوا حزب الله في اليمن كميليشيات وإلى آخره، لكن المخلوع دخل من هذه البوابة وأراد أن يضعهم
كواجهة لعملته الإنقلابية، ولم يكن حتى هو يدرك أنهم منذ السبعينيات وهم ثورة مضادة، وأن نصوصهم تقول أن لا شرعية له. ومن هنا أراد أن يكون هو الواجهة السياسية كمرحلة انتقالية، ولهذا طبعت صور نقل المخلوع صالح للانتخابات. وكان المخلوع صالح يريد، لا يتوقع أنها سنتين الحرب ستستمر، كان يتوقع 3 أشهر. والحوثيين مع الإيرانيين وحزب الله خطط أن يقوموا بإحلال في المؤسسات، والآن في جامعة صنعاء اليوم هنالك عزل وفصل، المؤتمرين يفصلون الحوثيين، وبالعكس وهكذا في كل الأجهزة. لماذا؟ لأن المخلوع لم يكن يتوقع أن عامين والحوثيون يريدون أن يعملوا كيان خفي وكيان موازي. إذن لم يكن يدرك أن ذلك الطرف يخطط جيدا، وأنه قد وزع شخصياته في الأحزاب السياسية ووزعها في مؤتمر الحوار الوطني. القائد الفعلي للحركة الحوثية للتنظيم السياسي هو نائب رئيس حزب العدالة والبناء، هو الآن يحيى الشامي من كان عضو لجنة الحوار الوطني، هو الآن من ما زال يتخبئ يتستر في الخارج، وكان هو محافظا لصعدة، وهو من كان يوكله المخلوع للحوار مع الحوثيين، يعني يحاور ذاته. نحن أمام واقع. أعتقد أننا إذن دكتور اسمح لنا أيضا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي في جامعة أدنبرا نابيير من اسكتلندا. أتمنى أن أكون نطقت اسم الجامعة صحيحا. دكتور أحمد مساء الخير. مساء الخير، تحياتي والله. نعم اسم الجامعة صحيح. نعم، إذن دكتور ما أهمية خروج السلطة من الاحتكار العائلي والمناطقي في يوم 21 من فبراير برأيك؟ دعيني أولا أتقدم بتهنئة الشعب اليمني بمناسبة الثورة المجيدة، ثورة فبراير، ثم أريد أن أتكلم عن ما حدث خلال 5 سنوات بشكل مختصر. نعم. كتجربة للرئيس هادي، حيث أعتقد اليوم صادف مرور 5 سنوات من توليه السلطة في البلاد. الرئيس هادي قام ضد مشروعين، ولديه مشروع الدولة الاتحادية، ووجد مشروعين، هو مشروع الأسرة العائلة أو المشروع العائلي الذي يقوده على عبد الله صالح الرئيس المخلوع، والذي استثمر 33 سنة من عمره في السلطة ليبني مملكة حقيقة، لمبني إمبراطورية عائلية في البلاد، حيث سيطر على كل مقدرات البلاد كما أسلف زميلي الدكتور عبد الباقي شمسان. ثم المشروع الآخر وهو المشروع الأخطر برأيي كذلك، وهو مشروع الحكم السلالي الذي قام بهجمة مرتدة على النظام الجمهوري بقيادة الحوثيين، ومشروع سلالي يريد إعادة الأئمة. فهو بالتالي كان ضد مشروعين. الرئيس هادي قام بأشياء إيجابية كثيرة، وكانت هناك بعض المنغصات أو جوانب القصور. أنا أحيي الرئيس هادي حقيقة على صموده ضد هذين المشروعين، لأن الصمود أمام مشروعين بهذا الحجم تتطلب تماسك، وتتطلب صبر، ويتطلب أيضا مزيد من التخطيط والجهد، بحكم أنه لا يمتلك لا جيش ولا أمن ولا مخابرات ولا ميزانية كذلك، نكون واقعيين. لكن هذا لا يعفيني عن تطرق حول بعض النقاط التي كانت غائبة أو لم تحقق، وهي التصاق أو هناك غياب حقيقي بين القناة، لنكون جادين، بين القيادة والشعب. في نخب كثيرة مستعدة أن تلعب دور كبير لمساندة الرئيس هادي، ولكن نلاحظ في الساحة ما زالت نفس الوجوه التي عملت مع الرئيس صالح موجودة وتكرر وتعيد إنتاج نفسها. الشعب اليمني قام بالثورة في فبراير في 2011 من أجل الأمل، إعادة الأمل للشعب اليمني وإيقاف التدهور في كل جانب الحياة في اليمن، ويريد وجوه جديدة تلعب دور جديد في البلاد، يريد كفاءات تنتصر للمهنية، تنتصر للقدرة والكفاءة، وبغض النظر عن المناطقية والطائفية وما إلى ذلك. أتمنى على الرئيس هادي أن يقوم بمزيد من الجهد
حول تشكيل القيادات التي من حوله، لأن ذلك سيختصر على ذلك الكثير والكثير من الزمن. كما قلت، لا نريد إنتاج المآسي من جديد. نريد أن نحن لدينا تحديات كبيرة في اليمن، لدينا تحديات إدارية واقتصادية. الرئيس هادي من الإيجابيات التي قدمها للشعب اليمني أنه عرى النظام السابق تماما، من الناحية الأمنية، من الناحية الإدارية، من كل النواحي، من كل النواحي. أقنع المواطن اليمني أن لم تكن هناك دولة في اليمن، وأنه حان لنا الآن أن نبني دولة من جديد. نعم، لكن بعد الانقلاب دكتور، يعني هل يمكن لنا القول أننا يعني بعد الانقلاب الذي حدث، وهناك يعني تراكم ديمقراطي وسلمي، سنوات من الانتخابات أيضا، الانقلاب الذي حدث، هل يمكن القول أننا عدنا إلى نقطة الصفر بعد ما حدث؟ طبعا كان الانقلاب انقلاب شنيع حقيقة. الانقلاب هدفه إقصاء الشعب من الساحة. الانقلاب كان هدفه واضح، أن هناك عصابة استولت على سلاح الشعب ومقدراته، وحان لها أن تعود للحكم أو تعيد إنتاجها في السلطة، لأنها تتهرب من الاستحقاق الديمقراطي. كان الشعب اليمني حقيقة، أنا تابعت من هنا من بريطانيا، وكنت فخور جدا بالشعب اليمني أنه استطاع عبر مخرجات الحوار الوطني أن يستمر ما يقارب العام، ويتحاور الشعب اليمني بشكل رائع خلاق، رغم تحفظي على اختيار الناس الذين قاموا بالحوار. لكن صحيح، الأمور مشت بشكل طبيعي وبشكل ممتاز، وكنت أتواصل مع كثير من المتحاورين، واستطاع الشعب اليمني أن يؤسس ثقافة الوصول للسلطة عبر الحوار، وهذا شيء جيد. لكن الانقلابيين هم عرفوا وزنهم الحقيقي في الشارع، وكانوا يتهربون من الاستحقاق الانتخابي أو التصويت على الدستور أو استفتاء الشعب كما قلت، بحيث أنه تلك المخرجات تتحول إلى واقع ملموس. فعادوا إلى السلاح، عادوا إلى السلاح، لأن السلاح بوجهة نظرهم هو الذي يعيدهم إلى السلطة. اتضحت الصورة. نعم أستاذ. نعم. الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي في جامعة أدنبرا نابيير، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من اسكتلندا. عودة أخيرة لك دكتور عبد الباقي، هل حدثتنا دكتور يعني عن هناك يعني من يحاول الحديث عن عدم شرعية هادي، يعني أولا بعد مرور عامين، أيضا بعد تقديم استقالته، وهم الآن يجدون فيه رئيس غير شرعي بالنسبة لهم، كيف يمكن الرد على مثل هذا؟ الرد واضح، وبالمادة كما ذكرتها في السابق، السابعة فقرة باء من المبادرة الخليجية، المنطق فقه الدستوري حتى العقلاني، كيف يمكن نمر إلى مرحلة آمنة؟ نمر عبر الاستفتاء على الدستور وانتخابات، هذا هو الممر الآمن الذي يخلق تراكم في التداول السلمي على السلطة، لا غير ذلك. وبالتالي الذين يطرحون تحملنا المخلوع صالح 33 عام، وبالتالي لم يقولوا أنه يعني غير شرعي، وكان هو يزور الانتخابات ونحن عارفين، لكن ما أريد قوله أن الرئيس عبد الرب منصور هادي تحمل كوارث كبرى وخرج من هذه الكوارث وقاد البلد في مراحل صعبة. الآن نحن نطالبه من هنا بكثير من المطالب ليكمل لهذا العبور الآمن إلى مرحلة تمر بثلاث مراحل: استعادة الشرعية والجغرافية اليمنية والمؤسسات، ومن ثم الذهاب نحو الاستفتاء الدستور بعد مناقشته وانتخاب رئيس. هذا يتطلب ما لا، لو قرأنا مقدمة التقرير حق لجنة العقوبة يقول أن الانتصار العسكري المطلق لأي طرف من الأطراف لم يعد احتمالا واقعيا، بعبارة أخرى أنهم يذهبون نحو التسوية الهشة، وهذه كانت تدعم وجهة النظر ولد الشيخ. ثم خطابا آخر، أن نقل البنك المركزي إلى عدن، هذا التقرير الأخير، إلى فتح جبهة اقتصادية للنزاع بشكل فعلي، أن الجماعات استطاعت أن تخلق قتلا جماعات تتمحور في المناطق الشمالية وفي المناطق الجنوبية والشرقية، بعبارة أخرى أن البلد قابل للتشظي. ثم تحدث عن تنظيم القاعدة الذي استغلها بالاحتراب للاستمرار. هنا علينا أن نوحد مؤسسات الجيش اليمني في المنطقة الجنوب تحت أمرة جيش، لنقوم بعدم تفتيت مؤسسة الجيش وضم المقاومة الوطنية. نتمنى يعني أن تصل هذه الرسالة. نحن بحاجة إلى أن نمر عابر وأن نتبع مشروع اليمن الاتحادي، ولكن هذا يتطلب أن يكون للرئيس فريق استشاري، وأن ينفتح على الجماهير والنخب، وأن ويعلم أن تقريبا أغلب الشعب اليمني يتطلع إلى مستقبل آمن. شكرا آمين. جزيلا لك أستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من مساء اليمني. الشكر لكم ولمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.